حطوا لي كندرة سوداء احتياط. ماشي يا بيك. امبارح نام بالورشة واليوم رح يسافر لمدة 3 أيام، معناها أكيد علاقتهم عم تخرب. الله كبير، سمرخانهم ما حسن تقلعنا، بلكي هي بتتقلع. انتي وصليني وبعدين انزلي لتحت. ماشي يا خانم. عدنان بيك باينته هون، انتي روحي انزلي. طلعت المنزعة هالمرة ملعبة والله ملعبة. اسكتي. فيني ادخل؟ لا تأخذيني، هلا كنت بدي مر عليكي. ضليت لوحدي فمليت، قلت بنشرب قهوة مع بعضنا. أكيد. كاتيا دقيقة وبتكون جاهزة. صرتي أحسن هلا، بس لا تتعبي حالك. مليت من النوم، لو الأمر بيرجع للدكاترة بينيموني 6 أشهر تانية. وكيف ظهرك؟ منيح طبعا، عم باخد ادويتي بشكل منتظم، عندي مراجعة للدكتور خلال اسبوع. ممتاز. الحقيقة كنت حابة احكي معك شوي بس ما صار لي فرصة. تفضلي، عم بسمعك. كاتيا عملت شوية مشاكل، ما بتعرف قديش انا انزعجت وانقهرت من هالقصة. يعني تقريبا هالموضوع كان رح يخرب علاقتك مع سمر. عن جد كتير آسفة. إذا بدك هلأ دغري بقلع على كاتيا. لا ما في داعي، هالموضوع تسكر من زمان فيروز خانم. أنت عم تحكي هيك رغم إنه ما تسكر. منيح إنه سمر ما مطمطت فيه، أنا حكيت معه وقلت له الحق عليك. فيروز خانم رجاء. أنا آسفة طبعا، مو حابة أتدخل، هاي مشكلتكن، بس أنا بعرف بنتي كتير منيح يا عدنان بيك. أنا قلت لك إنه عندي بعض التحفظات وقت اللي طلبت الزواج من بنتي. سمر بتتصرف أحياناً مثل الطفل الصغير وبعصبية، بس بتهدى فوراً. أنت لازم تداريها هلأ. بعرف هيك عم بيصير بس. فيروز خانم، أرجوك لا تخافي علينا، نحن بنعرف كيف نحل مشاكلنا لحالنا. حطيهم عندك على الطاولة. تفضل يا بيك. يسلموا. أنا ما بدي شي غير سعادتكم. متأكد من هالشي. اشربي قهوتك هلأ بتبرد.